طيب الرزق اطلب من من؟ من الله. إذن هذه الوساوس من إبليس، وهذا تعلق بغير الله. وتوكل على من؟ على الحي الذي لا يموت. هؤلاء يموتوا. ولهذا عندما تسمع الآن بعض الناس ماذا صنع لنا الحكام، ماذا صنع لنا العلماء، أين العروبة؟ ماذا تريد من العروبة وماذا تريد من الحكام وماذا تريد من هؤلاء؟ هل هؤلاء يملكون الرزق؟ ولذلك عندما اعتمد هؤلاء على من يموت وعلى الفقراء ذلوا، نسأل الله العافية والسلامة. أين حكام العرب؟ ماذا تريد من حكام العرب؟ إيش تريد منهم؟ بشر. وتوكل على الحي الذي لا يموت. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، لا عند الله لا عند غيره، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، لأن العبادة سبب لفتح باب الرزق، واشكروا له. إذن هذا الذي يطرأ على بالك هذا من التعلق بغير الله، وهذا الذي تسمع في الأخبار أحيانا بالخط العريض، أين حكام العرب، أين العروبة، أين كذا أين كذا، ماذا تريد منهم؟ جاء ركب بعد الهزيمة في أحد، أرادوا السفر فرآهم أبو سفيان، قال إلى أين؟ قالوا إلى المدينة. قال أخبروا محمدا عليه الصلاة والسلام ومن معه أننا نعد العدة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقضي عليهم ونستأصلهم، هزيمة ونقص عتاد وعدة. جاء الركب إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر قريش والأحزاب. ماذا صنعوا الذين قال لهم الناس الركب؟ إن الناس أي قريش والأحزاب قد جمعوا لكم جموع وجيوش، ماذا تصنع؟ أين حكام العرب؟ أين العروبة؟ لا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش على الفور بأن يتجهز. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على حدود المدينة ينتظر قدوم أحد، ما قدم أحد، من صرفهم؟ الله سبحانه وتعالى. فانقلبوا أي رجعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. إذا ما يمكن أن نتعلق بالحكام، نتعلق بالوزراء بالأمراء. لا تطلب الرزق إلا من الله.